يمكن مباراة سهلة قدام ميتلاند الدنماركي، ولكن ميتلاند يمكن ليه ذكريات حلوة مع المشجعين المصريين أو الجمهور المصري، ولأنه شهد خطوات أو أول خطوات احتراف اللاعب المصري الموهبة العظيمة محمد زيدان، والحقيقة كان محقق موسم رائع أو موسمين رائعين كمان. محمد زيدان يمكن انضم للنادي الدنماركي ده في 2003، وقعد من 2003 2005 شفنا في محمد زيدان الحقيقي يتعرف أكتر على الجمهور المصري والجمهور الأوروبي، وقدم الحقيقة موسمين رائعين. يمكن كان أفضل لاعب في الفريق الموسمين دول، وكان هداف الدوري كمان مع النادي الدنماركي في الموسم الأول. محمد زيدان الحقيقة أسطورة كلنا بنفتخر بيها، وقدر بعدها هو يروح الدوري الألماني، وطبعا يعني يتألق بشكل كبير وخصوصا مع بروسيا دورتموند الألماني. ماتلند يمكن مش نادي كبير قوي، مش الأول في الدنمارك زي كوبنهاجن، ولكن نادي ليه اسمه، كسب قدر ان هو يكسب الدوري الدنماركي 3 مرات اخرهم في 2020 يعني الموسم اللي فات. ولكن طبعا المنافسه ما اعتقدش انها تكون صعبه ابدا على ليفربول، اللي طبعا بيستعيد مستواه بشكل كبير، ويمكن دايما لينا ذكريات حلوه زي ما قلت مع النادي ده. يعني انا بشوف انه كابتن محمد زيدان من اقرب المواهب المصريه اللي كانت ممكن توصل وتحقق او تقرب للي حققه محمد صلاح لولا الاصابات الكتيره، ولكن دايما بنفتخر طبعا بنفتخر طبعا بمسيرته الحقيقه في كره القدم بشكل كبير، سواء في الدوري الدنماركي او الدوري الألماني أو كمان مع المنتخب طبعا في أفريقيا. كلام كتير عن المباراة دي وعن مباريات الغد طبعا، وخصوصا برشلونة ويوفنتوس، مع الصحفي أمير نبيل الناقد الرياضي بجريدة الشروق. برحب بيك طبعا في برنامج السادسة. ساره كل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامج السادسة، خلينا كده نروح لمباريات النهارده بسرعه في دوري ابطال اوروبا، ويمكن تقول لي ايه اهم المباريات، ونركز طبعا على ليفربول وماتلند النهارده. صحيح، هو يمكن يعني بضم صوتي لصوتك ان الانظار هتبقى متجهه لمباراه ليفربول تحديدا بطبيعه الحال، يعني متابعه النجم المصري محمد صلاح، ويمكن الكلام اللي حضرتك قلتيه في المقدمه بخصوص محمد زيدان، يمكن فعلا محمد زيدان من النجوم اللي يعني بدانا نستشعر كلمه النجم العالمي في يوم زي يعني في بدايه عصر الاحتراف، ما كانش فيه استعداد كبير من المحترفين في الملاعب الاوروبيه. يمكن زيدان هو اللي وصلنا للمفهوم ده، وابتدينا نتابع الدوريات الاوروبيه بشكل كبير، وايضا طبعا ما ننساش كابتن هاني رمزي ويعني الكابتن محمد يامال اللي هم ابتدوا يشقوا طريقهم في الملاعب الاوروبيه. بالحديث عن محمد صلاح، يمكن تنتظر مواجهه سهله نظريا مع ليفربول النهارده امام ميكلاند الدنماركي. البدايه كانت موفقه لليفربول، فوز على اياكس، فوز صعب الحقيقه، فوز على اياكس امستردام، خاصه المستويات اللي بيقدمها اياكس في السنوات الاخيره والنجوم اللي بيقدموا، وحتى بعد رحيل بعض العناصر الهامه عن صفوف في السنوات الاخيره بالانتقال لبرشلونه، ديونج او ديبيك او غيرهم من العناصر الهامه في صفوف الفريق، لكن ليفربول قدر ان هو يخطف في فوز سمين جدا. النهارده الفوز اللي لو حققه ليفربول هيعزز صدارته لترتيب المجموعه، وهيديله دفع قوي لمواصلة الاستمرار في ترتيب المجموعه. يمكن جماهير ليفربول لم تنسى الخروج من دوري الابطال الموسم اللي فات كحامل للقب، وكانت تتمنى مسيره افضل للريدز. السنه دي يمكن البدايه لحد ما جيده في البريمير ليج، رغم فقدان يمكن جهود احد ابرز اللاعبين وهو فيرجيل فان دايك المدافع الصلب، واصابته برباط الصليبي، حتى اللي كان بيتكلم معانا يوجن كلوب المدير الفني الالماني ليفر، وقال ان هو مش عايز يعرف تحديدا، عايز يعني مش عايز يشغل كتير في موضوع اصابه فان دايك، عايز يركز على العناصر اللي موجوده عنه، رغم طبعا انها اصابه مؤثره و يعني تؤثر على دفاع الليفر اللي كان بالفعل عليه علامات استفهام في الفتره الاخيره. لكن نتمنى التوفيق لمحمد صلاح للنجم المصري، واللي وصل كتابه الارقام المميزه على مستوى دوري ابطال اوروبا، ويحقق النهارده يعني نتيجه مميزه مع فريقه. يمكن مباراه الليفر كابرز المباريات النهارده اللي عندنا.